لكن هو بيوريني الاثنين، بقول وريني كراين عشان اثبت ان مفيش ايه دايليتد فين بتكروس كراين. فوانا ببص على الكراين اهي زي ما انت، مفيش دايليتد فين بكروس كراين، عيني جابت ان في هرني صح ولا لا؟ الهرنيا دي قدامك اهي برا امبرايكل ولا لا؟ طب دي سوبرا ولا انفرا؟ بصوا قبل ما لسانك يقول كلمه انفرا ده راجع 100 مره. ما انا لما اقول لك 99% 1% يبقى لما تقولها كده لازم تتراجع كويس. لو بصينا شويه الكريسنت اهو البادش طالع من فوق يا اولاد، الكريسنت اهو. بمعنى بصوا لو انا طبقت كده المفترض ان انا ايه برجع الصوره مكانها. بصوا خارج منين؟ اهو خارج منين؟ من فوق، ده كريسنت. يبقى دي سوبرا امبرايكال هيرني اوتو الانفرا دي في، بس يعني تبقى بتقولها كده ده الحاله كلها تبص على الكلمه دي. طيب ايه ده؟ جانجرين. لا درتس نيفس لا درتس لا ما تزعلوش الراجل موجود دي منجوم ده جاست كده كلر كده موجود هو مولود بيه يا ولاد. ها ده مش درتس دي معقوله الحته دي؟ طيب ده بقى نسيبنا منه وبصينا على دايليتي فين. كمان وانا ببص على دايليتي فين هل في هيرنياز؟ نو بس في سكارز اوف هيرنيا اهي. يعني اللي شايف بقى الجرح قدامنا واللي شايفه قوي ياه ده مش باين خالص، وادي تاني اهو ده انا قدامه بشوفه بالعافيه ياه ده مش باين خالص. ما هو ده برايمري بس انتوا شايفينه ولا لا؟ يعني موجود ده برايمري انتنشن سكار يا دكتور. ودلوقتي ابدا انتقل الى رجليه بقى. اتفضل يلا ورينا رجليك بقى. نعم يرجع ورا. بص بقى مالتيبل دايليتد الونجيتد تورشوس. ما قلتش سوفت ولا اوف كومبريسور، على اساس انا بعمل انسبكشن. اوكي حضرتك الفينز اللي انا شايفها دي اوزعها، دي موجوده باي لاترال اي مين ورينا كده الشمال غير الكرسي يعني. موجوده اهو موجوده ولا لا؟ لا ما تعملش كده عشان هي موجوده ولا لا؟ بس قليله. انت فاهم ليه يا دكتور؟ 6 سنين و4 سنين. يرجع يا عم الحاج حضرتك الفينز دي واخده الكورس بتاع النوم سابلس، ماشى من دور زي ما هو سبايدرز دي اسمها سبايدرز دي نقطي ماشى من الكورس ماشى على الميديال اسبكت اوف ذا ليج على الميديال اسبكت اوف ذا ساي اهي اختفت. بس طالما فوق النيه يبقى انا بتكلم على النوم سابلس طبعا. هل في شورت من ورا؟ نو. هل في دايليتي بيم كروس جراين؟ نو. ايه الاشكال اللي انا شايفها؟ انا شايف الشكل ده اسمه سيربنتاين زي ده. يعني التعابين دي اسمه سيربنتاين. قول يا جماعه سيربنتاين ده. دي الدايره دي لوحدها اسمها ساكيولار. دي لوحدها اسمها ايه؟ عارف لما تشوف دي لوحدها شايف النقط دي؟ او دول اللي على رجل وش رجله ده. ده اسمه سبايدرز. سبايدرز سبايدرز يعني ايه؟ عنكبوتات كده اهو سبايدرز. وسبايدر ايه؟ طيب تيوبيلر تيوبيلر. هنا مفيش تيوبيلر، في هناك تيوبيلر؟ وريه كده؟ مفيش تيوبيلر. هنا مثلا ارفع رجلك لو قد اهو وانت منزل، شوف لانه لو رفع اكتر من كده ولا فرد رجله هتفضي يعني. ادي فين زي لا نزلها نزلها عشان تبقى اهي فين زي سيربنتاين ولا لا؟ ادي السيربنتاين والسبايدرز كلها ماليه رجله من هنا اهي، دي كلها اسمها سبايدرز. يعني انا مفيش تيوبيلر. يعني انا النهارده اللي انا شايفه انا شايف مالتيبل فينز دايليتد، شايف ارفع شايف ساكيلر شايف سيربنتاين عند العيان شايف سبايدرز موجود. دي الاشكال موجود. اللي بعده هل انا شايف كومبليكيشنز؟ يعني حد شايف فينس السر؟ هو في مكان الفينس السر؟ اباب من الميدل مش شايف مفيش ولا التاني براون بيجمنتيشن لا هو كله اسمر يعني فين ده؟ كله اسمر سمارة مفيش مشكلة لا مفيش براون بيجمنتيشن. وعلى فكرة ولا اتفضل اصل براون بيجمنتيشن خليك ساكت براون بيجمنتيشن ده معناه انك بتفرض رأيك ان في هنا انكومبتن بفريتو. لان عشان اقول البراون بيجمنتيشن هو كان بداية قصته ايه؟ ان كان في امبرفوريتورز مخرومه بدا يحصل استيزيس ثم هيمولوسيس هيموسيدرين لون بني براون بيجمنت وهكذا. النهارده انا ما اقدرش اقول الكلام مش موجود يبقى ما فيش هو لون بني مش اكتر من كده هو سماره رديئة. طيب ايه كمان حضرتك في ويك ميزنكايم سكيليتال ديفورميتي يعني نو يبقى انا بتفرج على السايد بتفرج على السايد بتفرج على الشيب الموجود بتفرج على سوولنج ليمب اديما فيش اديما
راجل جاي وقاعد بقاله فتره ونايم، واحنا شغالين حصه الصبح مش بالليل، يعني لسه صاحي من النوم من ساعتين كام ساعه، يعني لو اساسا عنده اديمه فهي ري ديستريبيوتد، فبالتالي نو اديمه. انا خدت كل الانسبكشن على فكره، كل اللي يهمك في الانسبكشن بقى مالتيبل دايليتد الونجيتد تورشوس بروش فينز، انا لا قلت سوفت ولا كومبريسبل، حضرتك واشكالها وحضرتك الجراين نو دايليتد فينز، مفيش كومبليكيشن، مفيش سوالين ليمب، مفيش سكيليتال ديفورميتي. طب لو هعمل بالفيشن ابدا بقى ايه؟ امد ايدي وهنا تعيش بقى الكلام اهو اهو، بص تدوس عليها ترجع، دي خاصيه الكومبريسبيليتي يا جماعه مش كده ولا لا؟ حضرتك ده سوفت بلو، اكملها بقى المالتيبل دايليتد الونجيتد سوفت لوش كومبريسبل فيه. وعايز اقول لك على حاجه، ارهق المنتحي يا يعني بدل ما هو يهجم عليك، يعني ايه؟ اه ده دوالي، اصل فعلا غلسه كده، يعني ايه يا ابني؟ يعني فاريكوز، يعني شايف ايه؟ مالتيبل سويلنج فين؟ اناتوميكال بتاع، طب قول لي الاناتومي، خنقتني ها؟ ما انت شكلك كده. الحين لما تدخل له داخله جامده، ايه ده يا ابني؟ مالتيبل دايليتد الونجيتد تورشر، وخد بالك وانت بتقولها خليك مؤدب، يعني كل كلمه تقول له لحضرتك اه قول له حضرتك مالتيبل، انا مالتيبل، انت سنجل، هي مالتيبل حضرتك، انت فاهمين ولا لا؟ هي مالتيبل حضرتك، مالتيبل حضرتك تورشوس، انا يا ابني بصراحه حضرتك تورشوس، بس انا سجلت حضرتك مالتيبل تورشوس دايليتد سوفت، بص حضرتك سوفت، ها سوفت حضرتك سوفت كويس، اه سوفت سوفت بلوش 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 كومبريسبل 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 فينز فينز، يعني بعد ما تخلص الكلام يقول لك طب اتفضل، هل انت لقيت اي لوكاليزد فين؟ في لوكاليزد تندر وانا ببص لعم خليل؟ نو no. اصل ما فيش لوكاليزد ولا ثرومبوفليبايتس يا دكتور، اكسلنت. لو في دايليتد فين على الجراين افحصها، ولو في دايليتد فين على الجراين لازم افحصها اهي، افضي عشان احكم هو بيملى من فوق لتحت، ده لو كان سكند، ولا من تحت لفوق، ولا من انا اسف من تحت لفوق فهو سكندري، ولا من فوق لتحت فهو النورمال. يبقى انا النهارده عايز اكرر، طبعا ما عندوش دايليتي فين وبالتالي اصبح التيست وقع. يا اخي التيست ده يتعمل مع مين؟ مع السكندري، لكن في تيست نعمله مع البرايمري ما يتعملش مع السكندري. السكلة اللي سكلر دايلاتيشن سافنا باركس، هل عندك سافنا باركس؟ لا معناه مش يعني ارفع كده فوق وجي يوريك بقى المنطقه دي، احنا هنلف كده ونبص. والله لو في سكلر دايلاتيشن موجوده في منطقه الاناتومي دي لف كده عليها، هي مش موجوده. نو سافنا باركس، سافنا باركس هي عباره عن ويكنس فين؟ سافنو فيمورال جانكشن، مش كده ولا لا؟ مش موجوده، حد شايف حاجه؟ نعم. اللي بعده حضرتك بالبلبيشن نايس ايه كمان؟ انسبكشن بلبيشن بركاشن، والبركاشن اه سريل ماشي، بس سريل ما لا تقع، معلش تقع لو في سافنا باركس، فرضا في سافنا باركس، حضرتك واحد لازم تثبت انها سكيلر ثم كومبريسبل، ثم تحط ايدك عليها على الهدوم هنا انها مش موجوده، تحط ايدك عليها وتقول ود وشك كح، تحس ثريل اون كاف، تحس ان الحركه بتبقى موجوده معاه، لان مع الكاف اللي هي الفينا زرينج بيرجع. حلو قوي. طب حضرتك مطلوب ايه دلوقتي؟ انسبكشن بالبيشن بيركاشن، والبركاشن اسمه شوارتس بركاشن، اسمه ايه؟ بتعمل ازاي شوارتس بركاشن ده يا دكتور؟ شوارتس بركاشن ده ان انا باجي للعيان اهو، الدم ماشي ازاي؟ من تحت لفوق، من تحت لفوق، بس دلوقتي البرفريتوس ايه؟ الفالفز ايه؟ لا لا اه يس او ابسنت او ويك، يعني وات ايفر. الدم دلوقتي من تحت لفوق، سين سؤال، اي انسان فينا، اي انسان طبيعي لو انا عملت بركشن فوق ما احسش بالس تحت او امبلس تحت، لان المفترض ان الدم بيمشي مع اتجاه الفالفز بتاعته، صح ولا لا؟ قال لك اعمل ايه بقى؟ يقوم الطالب حاطط ايده هنا وابدا اعمله بركشن فوق على الفين، ده فين ده فين، اعمل بركشن على الفين وانا حاطط هنا، اللي انا بعمله ده اسمه شوارتس بركشن، اسمه ايه؟ اسمه شوارتس بركشن. أول ما العيان هينام أدي راسه أهي وأبدأ أقول له ارفع رجليك لو سمحت، اتفضل، وأبدأ الفينز دي أفضيها وكده، صح ولا لا؟ فين تماما؟ فين فين الفينز اللي كانت موجودة هنا؟ فين السربنتار؟ فين الساكلر اللي كانت موجودة؟ صح ولا لا؟ أهي أبدأ أربط السايد، اربط الابر سايد هنا جاست بيلو سافنو فيمورال جانكشن عند الحته دي، انا بربط هنا، اتفضل. الرابطه طبعا التورنيكيت لازم تبقى معاك، ودي مش قصه، رباط ضاغط رباط شاش بجنيه،
بيجيبهم من الصيدليه تقطعوا حتت كده وترميه قدامك اهو اثناء الاجسام. والعيان لو كان كرونيك هتلاقي معاه ورق حاجات زي كده. انا الرابطه ازاي؟ اربط في الابر سايد، انا اعلمهم الرابطه. الرابطه يا جماعه اسمها رابطه جراحيه، الرابطه الجراحيه اهي انك تلفها لفتين، لفه واثنين وتربط، خلاص. دي اسمها رابطه جراحيه، مش الفيونكه اللي البنات بتعملها ولا البتاع، ها؟ دي رابطه جراحيه. لما تيجي تشيلها بتبقى سهله، زي كده. هو الراجل بيربط في ابر سايد، انا اصلا ما يبقيش الفينيوم يقف. والله المفروض لما هيقف، اتفضل، اتفضل. اوكي. لما هيقف، ايوه، بدا يبان دم. اهو ملا ولا لا؟ طب الدم اللي جاي منين؟ سؤال، الدم جاي منين؟ الدم اللي جاي من الديب، صح ولا غلطان؟ طالبه 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 طالب يقول لك الله، طب ليه الدم ما يكونش جاي له؟ ما انت قافل، ليه ما يكونش جاي له من هنا؟ مع حضرتك انا قافل عند السفن فيمورال جانكشن، يبقى الدم اللي موجود هنا 100% جاي من الديب دم. والديب ده طالما اداله دم يبقى فيه انكومتن بيرفوريتور، في دم جاي له من جوه. الطالب قال لي ده عنده انكومتن بيرفوريتور، قلت له اه، قال لي طب استنى 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 بالترتيب. لو سلولي من تحت لفوق ده نورمال. لو مالا رابتلي رابتلي يبقى حضرتك ده عنده انكومتن بيرفوريتور. حضرتك لو شدينا الرابطه والعلاج يملى من فوق لتحت يبقى ده عنده سفنه فاريكس، لان انا حابس تحتها مش كده ولا لا؟ شد لي الرابطه يلا. اهي الدم ما نزلش، وهو هيعمل كده برضه اعرض يعني. بص انا لو مكانك ايه؟ اهو 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 ايوه كده. يبقى انا الدم ما ملاش من فوق لتحت يا جماعه، العيان ده ما عندوش سفنه فاريكس، بس عنده عنده ايه؟ يس انكومتن بيرفريت. طب انكومتن بيرفريت فين مكانه؟ ما اعرفش. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ مالتي بروتورنيكي. اتفضل نام تاني. المالتي بروتورنيكي هنا بقى هو اللي هيحل لي المشكله. نرفع نربط ابر سايد، بنربط ثلاث ربطات. بلوني ادي واحده مربوطه له، ادي لفه وادي الثانيه. خدوا بالكم يا جماعه، في طلبه جت هنا في الابر سايد تعمل الترند الامبارجي تيست اللي انا عملته في الاول، راحت ربطها وربطه ربطه بقى، تعالى بقى الطالب بقى رابط بقى هو متغاظ من المنتاح بس بنربط. لما جه يقف طب اتفضل فك الرابطه، مش عارف يعني عقدها لدرجه مش عارف يفكها. وحصل قلت لكم الكلام ده حصل في القصر العيني، وكنت في سنه امتياز، وكان الواد بيبتاع في سنه خمسه، عندنا 5 جرام، ولقينا الراجل ده مش ده يعني قاعد بجلابيه كده وعامل كده اهو، ودكتور ببدله كده محترم، وداخل على رابطه بيفتح بقه، انتوا فاهمين ولا لا؟ ببقه طبعا يعني. هو لو حد شاف مشهد واحد عامل كده وراس داخله في المنطقه بتاعت الجروين، محدش شاف حاجه، وشاف ظهر دكتور محترم نازل كده وعمال يعمل والعيان عمال يعمل كده ومبسوط، انت فاهم؟ لو واحد معدي هيقول لك ده بيفك رابطه، يعني انتوا فاهمين؟ بالامانه صعب جدا طبعا، فما نوصلش نفسنا الحاجات دي. ولا ده رابطه جراحيه. هنوريكم ايه بقى؟ هنا مفيش دم، صح؟ يبقى مفيش، هنا بدا يملى اهو. اهو الدوالي اهي. هنا لا. هو حضرتك الثلاث ربطات ليها قاعده؟ طبعا. ما هو تحت الرابطه 2 4 6 انشز. هنا والله 100 صاي. اسف بيلوني. طب وهنا 100 صاي. طب وهنا؟ لا 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 هو مع بعض. بيلو اباض مع بعض يا اولاد، مع بعض. لان الفاريشنز فيهم مش ضيق يعني. بيلو اباض يعني. هنا حضرتك 100 صاي. هنا ده السافنا فاريكس، يبقى دي قاعدتها. انا النهارده شايف السيجمنت ده، عشان كده بقول العند عنده بيرفوريتور في منطقه اراوند مين، بلو اباف مين. طب انت عايز تعرف اكتر فين؟ اعمل مالتيبل تورنيكي انسايد ذي سيجمنت بقى، عشان تعرف حكايه البلوني اباف مين دي هو فين بالظبط. طبعا ده كلام بقى واحد بيعاني من فراغ، خصوصا حاجه يا اولاد ان اكشولي يا بس فكرات هو اكشولي في اختبار تاني بيتعمل اسمه التو فينجر تيست. ايه التو فينجر تيست ده؟ فك حاجه. التو فينجر تيست ده ان انا باجي على العيان، شايفين في دوالي اهي موجوده، صح؟ لو انا جيت على رجله دلوقتي وفضيت كده، فضيت ولا لا؟ في دم؟ نو كده؟ مفيش كده؟ لا يملى. بصي اهي، هي تحس حاجه هنا بتملى اهي اهي، كل ما فضي ده تلاقي يملى لوحده.
يبقى انا اشك ايه هنا في بيرفوريت عند الكوره دي، اشك في امهات الدايره. يا اولاد قال لي علامه اكس هنا في كونتاكت بيرفوريت، وافضل اكمل. يبقى انا الطريقه بتاعتي اسمها تو فينجر تيست، هي دي الطريقه الافضل. وبرده مع احترام انا ما بعملهاش في عيادتي، انا عندي دوبلكس، دوبلكس يحدد لي ودوبلكس بنكلا يعني، وتروح تحط لك اكس مارك على اماكن البرفوريت اللي انا اروح افتح عليها، يعني انا حتى بيديني دليل الفتح اللي هشتغل عليه. لا طبعا، لكن عموما ده تريند الامبير مالتيبل تورنيكي تو فينجر تيست في البتنجان، والعيان عنده دوالي وكلنا شايفينها، وباسك البيشنت انه يحرك ايه؟ انه يحرك رجله. الدم اللي في رجله دلوقتي لو زاد زاد يبقى ديب سيستم مسدود والدم بيطلع على بره، لو قل لو قل يبقى معاه ديب سيستم بيتنت والدم اتسحب مين؟ على جوه، لان هو دلوقتي بيعمل كونتراكشن ونيجاتيف بريشر ويسحب الدم. انا هستنتج ان الدم يقل ولا لا؟ يقل. او على الاقل اسمها ما يزيدش. يفضل زي ما هو، يا زي ما هو لكن ما يزيدش. طبعا المشيه دي متعبه لانه ماشي على سفنج، يعني كل اثنين ثلاثه بمقام واحده لو على الارض بيعملها. لما تيجي العيان وماشي كده المفروض ايه؟ يرفع الساي العجوز، يرفع الساي يعني حركته ايه؟ فاكرين في الالعاب الالعاب دي لازم توصل الحزام، ها لازم يرفع فوق دي كده الحركه دي واعملها بسرعه. طبعا الراجل الكبير مش هنخليه يعمل ده كله، ورينا كده لو سمحت. هنا ما زادتش، اسمها ما زادتش، ما زادتش. يبقى وارد جدا ان العيان دلوقتي يكون عنده ديب سيستم ايه؟ بيتن. لو مور انكورجد وهي زادت قد كده يبقى ساعتها الديب سيستم اوكلودد. بس ده اسمه ايه؟ موديفايد فيرسز. امال ايه فيرسز؟ طبعا لما فكينا الرابطه اتاكدنا ان مفيش دم. ايه الفيرسز؟ قال لك فيرسز ده جهاز كان زمان بيشتغلوا عليه، كنت اجيب الراجل الطيب ده واقفه على التريد ميل، عارفين بيقعد ايه؟ مشايه كده. العيان المشي بيريح، لو الله دكتور حلو قوي المشايه دي، يا سلام لو اجيب واحده اروح بيها بيتي. انتوا فاهمين يا اولاد؟ حلو قوي ولا زحمه حاجه زي الفل. طب بيني وبينك مشيته على المشايه واعجابه بيها يبقى الوجع ايه؟ ما بيجيش مع المشي، يبقى بيتنت ديب سيستم. قال لي ايه ده انا تعبت من المشي، يبقى اوكلود ديب سيستم. وهنا انا اعتمدت على سيمتوم وما اعتمدتش على رؤيه، وطالما اعتمدت على سيمتوم دي بتبقى بالنسبه لنا مشكله. اعتمادك على السيمتومز ممكن جدا يبقى تعب وما قالش، وممكن يكون ما بيتعبش وبيقول لك تعبت، زهقت يا اخي زهقت، دي بالنسبه لي انا تعبت، صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه موديفايد بيرسون. كلامنا عم خليل واقف يا عم قابل بنات بسرعه دي 33 عم خليل مالتيبل دايليتد الونجيتد سوفت بلوش كومبريسيف بين. في ساكيلر الطالب شاف ساكيلر، في سيربنتاين يس، في سبايدر يس، يلا معايا نشاور. في ساكيلر الطالب اهي كوره، في سيربنتاين يس، في سبايدرز عنكبوتات، سوفت كومبريسبل ايوه يا دكتور، شوارتز بيركشن يبدا الطالب ايه؟ يبقى الكاس فوق يحس الامبلس بتاعه. ترند الامبرج تيست عملناها طلع بوزيتيف بلو اوت. طب يا ترى فين؟ عملنا مالتيبل تورنيكي، بص كاتب لكم ايه؟ بيلو اند اباف ذا نيم. بعد كده بدات اقول تو فينجر تيست طلع لك بوزيتيف بلو اوت. قلت لك موديفايد فيرسس تيست قال لك بيتنت ليب سيستم. انا ضد بوزيتيف ونيجاتيف دي يا ولاد والله، شوف انا في سن اهو بتلخبط. يعني ايه؟ موديفايد فيرسس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي تبقى بوزيتيف لو بيتنت ولا بوزيتيف لو اوكلودد؟ ولو افترضنا بيتنت افرض الثاني فاهمها العكس، اقول لك ايه؟ الموديفايد فيرسس تيست يساوي بيتنت ليب سيستم، وراح انت بقى قولها بوزيتيف نيجاتيف براحتك. هي صح بوزيتيف بيتنت زي انترنال انج بوزيتيف، يعني انت عايز ايه؟ يعني خرجت من ايه؟ انت فاهم؟ ايه بقى ايه بوزيتيف فيها؟ فخلع انترنال رينج والله يا دكتور خرجت من انترنال تيست خرجت من الانترنال رينج، يبقى ده بالنسبه لنا اندايركت فيرمي اللي هي المفترض بوزيتيف يعني. طيب تو سكارز اوف بريفيوس هيرنيا اوبريشن بارا امبرايكال هيرنيا وعليها حته هيمانجيوما، ادي عم خليل وكل البوزيتيف داتا بتاعته.